القضية بالضبط إن يوم العاشر وضعت زوجتي بنت اسميناها ساجدة، ويوم ثاني يوم 11 نخفوها من المستشفى، خاصة كان ليلة السبت لمسيلات بكثافة، يعني لدرجة إن أنا الكبير ما أستحملها، مو الصغير ما يستحملها. وفي أول يوم كنت أنا أخذتها إلى يوم ثاني من رخصوها أخذتها المستشفى، اليوم من جاءنا تعبانة شوي، حسب زوجتي إنه ما الرضع طبيعي، فوديناها إليهم، أفادوا إنها مجرد يعني حالتها طبيعية وما تستدعي إنها مثلا تجي على المستشفى، فقالوا لا تاخذوها إياكم يمكن إياها بالصفار بدون فحوصات دقيقة في مستشفى الولادة مال جنحف. بعد ذلك قمنا يعني جبناها البيت اشترينا لها أدويات، علما إن كان الفحوصات مالت الخروج مال المستشفى طبيعية وما فيها أي شيء الطفلة. مالت بسبب يعني كان مال الولاده ما فيها اي اعراض. بعدين اللي هو ليله السبت تعرضنا الى غازات مسيل الدموع قويه. ومو ما اعتقد مسيل الدموع هذه سامه، انا متاكد انها سامه لان انا ما استحملتها، وطفلتي الصغيره ساره رشيناها بيبسي وحليب عشان بس تسكت، مي قادره من المسيل من 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 الحرقان اللي فوجئها. وكان الطبيب اللي عاين اللي هو ساجده اكد سبب الوفاه تلوث الدم وتسمم حاد. طفل عمره 5 ايام فقط، 5 ايام يا عالم، شنو يسمم طفله وشنو يلوث دمها؟ هي ترضع من امها وتشرب ماي فقط. نعم. فإذا أستاذ فيصل يعني تؤكد بأن تم التأكد من استشهاد طفلتكم ساجدة جراء استنشاق الغازات التي أطلقها النظام على منطقتكم. وكلنا فداء لهذا الوطن، أنا وأولادي ومالي، كلنا فداء لهذا الوطن الغالي. علما ان الليله الاخيره قبل الوفاه اللي هو ليله السبت كانت المنطقه كغيمه او سحابه من الغازات السامه، لدرجه ان الكبير لا يستطيع ان يتحملها وليس الصغير او الرضيع. علما ان اختها الصغيره ساره وهي البكر لي تعرضت في نفس الليله لاختناق واسعفناها في المنزل. الحمد لله ان احنا قدرنا نسعفها. نعم. علما ان المستشفيات ما حد يقدر يروحها بسبب شو اسمه. وناشد المجتمع بالتحرك لانقاذنا. انقاذ ابنائنا فلذات اكبادنا مما يصيبوننا. الصحة مع العلم ان كان هناك الصحفي نيكولاس كريستوف كان موجود وشاف بعيونه، ما بقول بعد شاف بعيونه شلون القط قدام بيتنا. نعم. يعني اذا وصل الموضوع الى هالدرجه في العالم صمت. يعني اذا الرضيع يموت وما في تحرك اليه، والشباب يروح وما في تحرك اليه، والشيخ يروح وما في تحرك اليه. من بقى؟ اي انسانيه بقت في العالم بعد؟ يعني الإنسانية في العالم انتزعت من الناس. الشعوب مو مقصرة، لكن الحكام كلهم الحكام هم الذين مسيطرين على شعوبهم. نعم. ومتسلطين. ونقول بأننا كلنا فداء لهذا الوطن، أولادنا فلذات أكبادنا، أرواحنا، أموالنا، كلنا فداء لهذا الوطن، لعزته وشرفه وكرامته. ولن نتنازل عن حقوقنا مهما طال الزمن. شكرا. وعلما انها جاءت في يوم العاشر. نعم. من محرم كعبد الله الرضيع، وذهبت في غضون 4 إلى 5 أيام، يوم 14 فارقت الحياة. من ان الدكتور الذي عاينها افاد بان سبب الوفاة تلوث في الدم وتسمم حاد، وكان عندها هبوط او الاكسجين ناقص في المخ وعندها التهاب. شنو بيؤدي الى هذا غير الغازات السامه؟ يعني في الطفل ما عنده اي مناعه، عمره 5 ايام اي مناعه فيه. نعم.